عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسلامه. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده كده جايه لكم بطريقه سهله كده وبسيطه للسمك، ولا تحمريه ولا تشويه، وفي الفرن ودخليه مع احلى كده طبق سلطه وشويه طحينه كده يعني، وتتبيله مميزه للسمك هتاكلوا صوابعكم وراها. ان شاء الله تجربيها وتقولوا لي ايه رايكم. وكان السمك زي العسل معايا. انا النهارده كنت مستخدمه سمك بوري. تعالي داخل الفيديو عشان نعرف احنا عملنا التتبيله الحلوه دي ازاي. خليكي معايا. اول حاجه انا جايبه كيلو بس من السمك، كيلو واحد كده، عاملين 3 وحدات كده سمك بوري. ممكن تستخدمي اي نوع تاني عادي، ماكريلا او اي حاجه، بس البوري حلو يعني. تمام. المهم كده كلنا طبعا شطار، بس انا بقول للبنانيت الصغنطوطه بتشيلي بقى الزعانف وتنضفيه تنظيفه كويسه، والقشور اللي هي بره دي بطرف السكينه كده، وتبتدي تشيلي كل حاجه من عليها. تمام. يعني عايزه تحطيها في بوله زي اللي انا حطاها كده في الحوض بتاع المطبخ، بس طبعا تنضفيه بعد كده كويس جدا عشان ريحه الزفاره. ابتدي طلعي، افتحي بطنه وطلعي كل حاجه في بطنه كده، ما يغركيش يعني المنظر دلوقتي، كل ده هيتغسل ويبقى زي الفل. بس شايفين السمكيه بقت فله شمعه منوره. المهم اغسليها غسله كويسه بحيث كل لون البطن الاسود والدم اللي كان جوه ده يتشال منها. ابتديت اجيب راس توم كبيره كده، انا يعني جايبه راس توم اليومين دول زي ما قلت لكم، الحقوا خزنوا التوم اليومين دول. التوم بيبقى بسعر يعني كويس، بعد كده اول ما بيعدي مجرد شهر 2 شهر 3 بتلاقي بقى سعره غلى، وفي نفس الوقت احنا كمان داخلين على رمضان، فهتلاقي السعر غلى جدا يعني، الحقوا بقى اليومين دول. تمام. المهم كده ايه، الهراسه دي حلوه قوي معايا اللي هي بتاعت التوم دي، بتغنيكي طبعا عن الهون والحاجات دي كلها. تمام. وبعد كده ابتديت اعصر عليها عصير ليمونه كامله، وكان عندي هريسه الشطه ما لقيتهاش قصدي، فابتديت احط عليها صوص الشطه اللي هو الحار اللي بحطه على البيتزا. مش هيقول لي لا خالص يعني، المهم حاجه حراقه يعني. تمام. او ممكن شويه شطه حمر حلوين يعني. تمام. ابتديت احط عليها كده بهارات السمك وكمون، وهحط برده الكزبره الناشفه والكركم. حطيت لا كاري ركزي يا ام الرين، حطيت كاري وقلبي بقى ايه، وشويه من الزيت الزيتون وشويه من الخل. حلوه بقى الخلطه دي، طبعا ما ننساش الملح بتاعنا، وكل الخلطه الحلوه دي هي اللي هنحشي بيها السمك بتاعي. الخلطه دي بقى تنفع لكل انواع السمك، سواء بقى بوريس، بولتي، سنجاري، جمبري، صبيط، يعني تنفع لكل انواع الاسماك كلها. ابتديت احط عليها كده نص معلقه من البابريكا. تمام. وظبط الملح بتاعها وكده حاجه زي العسل. هتبتدي بقى تجيب السمكه، انا بصراحه هبتدي اقطعها. طبعا عايزه تسيبيها كامله براحتك، عايزه تسيبيها مقطوعه براحتك، بس انا ابتديت اجيب السمكيه وقطعتها كده 3 اجزاء. عايزه تقطعيها جزئين بس برده مفيش مشاكل، كل واحد على حسب ما يحب يعني. حلو قوي السمك البوري برده في القلي بيبقى طعمه حلو، يا سلام بقى وهو مشوي كده مع الزيت والليمون، يا سيدي عليه يعني، جوعتوني والله. المهم يعني كل واحد على حسب ما يحبه، وكل واحد طبعا كل مره بيغير في نوعية السمك، وفي نفس الوقت في التتبيلة بتاعته وفي طعمه. فالنهاردة كده عملته معاكم في الفرن بتتبيلة سهلة ومكونات بسيطة، وان شاء الله هتقومي تجربيه واعمله كده مع شوية خضار حلوين يستاهلوا بقكم. المهم انا برضو هبتدي اغسله تاني، اول ما قطعته كده برضو هبتدي اغسله تاني. المهم تغسليه غسلة نظيفة جدا، وبعد كده تحشي بالخلطة الجبارة دي السمك من جوه كده، وتسيبيه في التتبيلة دي يعني مجرد كده يعني اقل حاجة ساعة ساعتين، اقل حاجة يعني، بحيث اللي هو يتشرب كده من بعضه من التتبيلة الحلوة دي وبس. على فكرة انت ممكن الخلطة دي برضو تحشيها وتحمريه عادي خالص في يعني تتهنيه كده دقيق، اللهم صل على النبي، وتحمريه في البوتاجاز عادي في الزيت عادي يعني. تمام. بس انا النهاردة حبيت كده اعمله في الصينية او طاجن كده في الفرن، حاجة كده زي العسل. ابتديت احط عليها شوية كمان من الخلطة الحلوة دي، وابتديت اقلب كل التقليبات بقى، وهبدأ احط عليها برضو رشة كده من الملح وشوية من كده من الكزبرة الخضراء المتقطعة، وطبعا عصير الليمون. ابتدي اقلبي كل الخليط الحلو ده مع بعضه، وسيبيه بقى ايه على جنب. هنبدا نعمل ايه، انا شلت على فكره شويه من الخلطه اللي انا عملتها عشان هي دي اللي هتبل بيها الخضار بتاعنا ده. جبت بطاطسايا، بصلايا، فلفلايه، جزرايا، 2 طماطمايه. يا ام ريان هتقولي اشعار ولا ايه؟ المهم ابتدي اقطعي
عايزه تستخدمي زياده عن كده خضار براحتك خالص، بس انا مستخدمه ده وهيكفي طبعا السمك ده كله ما شاء الله، يعني كف عيله يعني. تمام، جبت القطعه اللي هي بتاعه المخلل دي، بيخلي شكل البطاطسايه كده حلوه وهي متقطعه مجرنشه كده، بصراحه حلوه يعني. المهم او اي قطعيه انت عايزاها، والخضار برضو اللي انت تحبيه حطيه. عايزه تزودي زياده عن كده براحتك، يا رب كده يكون عندك الخير دايما يا رب. المهم البطاطسايه مع البصلايه كده، كل ده في البوله كده، عشان في الاخر هبتدي احط عليهم التتبيله اللي انا حطيتها على السمك، بحيث اللي هو كله كده يتجانس مع بعضه وياخد ويشرب من نفس التتبيله الحلوه اللي احنا حطيناها في الاول. والفلفل عايزة تحطي فلفل حامي فلفل رومي، كل واحد على حسب ما يحب. انا ما اقدرش طبعا اقول لكل واحد زودي نقصي، كل واحد عارف افراد اسرته بيحب ايه وما يكترش في ايه وكده يعني. تمام، ابتدي بقى كل الخليط ده ويقطع عليهم كده شوية من الكزبرة الخضراء، بتديها طعم حلو قوي. ممكن تستبدليها ب اللهم صل على، ده شبت على فكرة مش كزبرة، ركزي يا ام ريان، كزبرة او شبت عادي خالص. هبتدي احط شوية كده من التتبيله اللي انا كنت شايلاها بتاعت السمك، وابتدي اقلبي كده بايديكي بقى الحلوين، طبعا ايدينا مغسوله زي الفل، وابتدي اقلبي كل الخليط ده يعني حاجه كده زي العسل. جبت الطاجن بتاعي، ممكن تستخدميه بقى اي طاجن بقى، المونيوم ازاز اي حاجه طويل المهم اللي انت تحطي فيه الخليط بتاعك الحلو ده. بصي والله شكل الخليط اصلا يفتح النفس على الاكل يعني، بصراحه الواناته كده بشكل البطاطس وهي متجرنشه كده حاجه كده زي العسل. المهم انا هبدا اسيبه كده، لا طبعا ما يرضينيش، حتى اجيب شويه كده من الميه بحيث ان البطاطس برده تستوي معايا، والجزر انا ولا مقطعهم تخين ولا رفيع يعني، حاجه كده وسط تستحمل بس ايه السوى، شويه ميه كده يعني نص كوبايه كده. تمام، وابتدي حطيها كده، اسقي عليها الخضار بتاعك الحلو، طبعا السمك هينزل ميته بس برده في نفس الوقت والخضار، بس احنا معانا بطاطس ومعانا جزر فهم دول هيغيبوا شويه في السوى مش هيستحملوا، فلازم نديهم كده ايه شويه ميه كده زغنطتين. عايزه برضو تخلي الطاجن ده يغلي غلوه كده على البوتاجاز من قبل ما تحطي السمك بالخضار اللي فيه، برضو ما فيش مشاكل، حلوه برضو. بصوا شايفين شكل الطاجن كده يفتح النفس على الاكل. المهم دخليها، ابتدي لفيها بورق زبده او ورق الومنيوم، اسمه ورق ايه، ورق ايه، سلوفان، مش عارفه ورق ايه يا جماعه اسمه ايه. عليك حركات يا ام ريان، اقسم بالله انا بتكسف وانا مش عارفه معنى الحاجات اللي انا بنساها دي، ما علينا يعني اكيد انتوا فاهمين قصدي. المهم بقى هبدا احط معاهم ايه، اعمل معاهم ايه، شويه رز ايه اللي هو الصياديه. ابدا اسيب بقى البصلايه كده تتشوح معايا، حطيت فيها شويه من الخلطه اللي كنت حطاها في الخضار وحطها في السمك، وحطيت عليها رشه كده من الكمون. تقليب الرز بيبقى بشوكه يا جماعه، اول ما كده يبتدي تغلي وابتدي هدي عليه النار، خليه بقى يستوي براحته خالص. وشويه الطحينه اللي عملناهم كده مع بعض، احط عليها كده شويه من صوص الشطه كده وجرنشها بشويه كمون زي الفل، وطبق السلطه بقى المكامل متكامل مكامل لوجه الله. وابدا احط بقى ايه الليمون بقى مع الخيار مع الجزر مع الطماطم مع الكابوتشي، حاجه كده زي العسل كده بقى. الوحش الكبير طالع من الفرن حاجه كده زي العسل، وكل حاجه مستويه فيه، الجزر مع البطاطس مع السمك مهري جدا، وحاجه كده يعني بصوا مهري خالص، حاجه كده زي العسل يستاهل بقكم. وشويه الرز المفلفلين مع الطحينه، عايزه تزودي حاجات تانية براحتك خالص، بس هو كان ده غدانا النهارده. ابتدي قدمي بقى في طبقك الحلو الامور، وابتدي حطي بقى ايه، بصراحه يعني انا اللي كنت واكله الطبق ده مش كله عشان ايه ما نكرش، بصراحه كان ولادي يوميها في التمرين وانا بقى كنت غرفت بقى، فقلت عيب يعني عيب الطبق الامور ده يخش الفرن تاني او الصينيه تاني، فيلا بينا. فابتديت اكل حتى معاكم وانا اصلا في الفيديو، في اخر الفيديو كده هتلاقوني كنت باكل خلاص، والله جعت بقى، والحاجه كانت سخنه وحلوه، وشويه الخضار كده ريحتهم زي العسل، والرز كده مع الطحينه يعني حاجه كده زي الفل، اهو اديني باكله، اتفضلوا معانا. في نهايه الفيديو بقى انا مستنيه تعليقاتكم، مستنيه لايكات كتير، وان شاء الله تجربوا الوصفه دي وتقولوا رايكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.